هو في نقطة برضو كابتن أمير، ويمكن دي كانت ليها علاقة بمشوارك مع النادي الأهلي. أنت عارف طبعا الشناوي رقم واحد في مصر والنادي الأهلي بقاله فترات طويلة، غيابه عن مباراة أربع مباريات مهمة، وشايف ده إزاي من خلال الحارس رقم اتنين. أنت كنت برضو في وقت من الأوقات الحارس رقم اتنين، وجات عليك ظروف إنك فوجئت أو لقيت نفسك خلاص لازم هتبقى الحارس رقم واحد، وده اللي بيطبق على علي لطفي دلوقتي. تمام. عايزين نعرف منك يعني رؤيتك للجزئية دي، حراسة المرمى في غياب الشناوي، ومن خلال خبراتك لأن مر عليك نفس الظرف بالنسبة لعلي لطفي، تشرح لنا علي بيفكر ازاي دلوقتي زي ما انت كنت بتفكر في وقت حصل معاك نفس الموقف يعني. انا كان موقفي يا كابتن كان اصعب بكتير، ولكن انا عايز اقوله طبعا الشناوي حارس مميز جدا جدا ومن اهم اللعيبه اللي موجوده عندنا في النادي الاهلي وفي منتخب مصر. ولكن انت عارف حضرتك النادي الاهلي لازم يبقى في كل مركز 2-3 جامدين. النهارده بنشوف علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير موجود، مصطفى خد في ماتش الكاس وعمل ماتش كويس جدا. انا شايف ان الحراس كل واحد مستني فرصه، كل واحد بيتمرن وبيخلص على اساس ان هو وعنده يقين ان هو هيجيله في اي وقت هيلعب. النهارده شفنا قرارات وقف للشناوي، ممكن كورونا، ظروف كورونا تخلي اي حارس او اي لاعب موجود في الملعب. فاعتقد ان علي يعني مميز، موهوب، عنده خبرات، لعب قبل كده، الناس كلها شافته، شارك. مصطفى شوبير الناس عندها ثقه فيه كبيره جدا، فانا شايف ان شاء الله علي مستني الفرصه وان شاء الله هيأدي بشكل كويس، ولعب قبل كده في افريقيا ولعب في الدوري، فاكيد هو مستني كمان في الدوري. بالظبط. يمكن انا كمان يا كابتن في النادي الاهلي لازم ما فيش حاجه اسمها واحد اثنين وثلاثه، لكن في ظروف بتخلي الحارس بيلعب بشكل اساسي، الحارس الثاني ممكن يبقى يجي له وقت يبقى رقم واحد. يعني انا مثلا حصل لي قبل كده ان انا لما الحضري مشي كنت رقم اثنين، لما مشي بقيت رقم واحد، وقعدت فتره كبيره جدا بلعب رقم واحد، بعد كده رمزي صالح كان موجود رقم اثنين، واحمد عادل عبد المنعم رقم ثلاثه، وهكذا محمد الشناوي نفسه كان معانا رقم خمسه، وما يقس وقعد يتمرن واشتغل على نفسه وراح لعب، خد خبرات في انديه ثانيه ورجع ثاني النادي الاهلي معزز مكرم واثبت نفسه بمجهوده ان هو يبقى رقم واحد. ولكن انا عايز اقوله ان علي ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، ما فيش اي قلق. طبعا الشناوي زي ما قلت مميز، ولكن علي جاهز وعلي موهوب، ومصطفى شوبير برده من الحراس المميزه اللي موجوده، وان شاء الله ما فيش قلق.